السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرحنا سوف يكون على كيفية عمل إذاعة للقرآن الكريم، وذلك من خلال روابط لإذاعات مجموعة من القراء. أولا، مثلا عندك الإذاعة العامة، هاي يعني تخص جميع القراء. ننسخ الرابط، نجي نعمل نيو راكورسي سطح المكتب، نحط الرابط، نضغط على سويفون. هون تحط يعني الإذا اسم الإذاعة، طبعا راح أحط الإذاعة العامة. مثل ما أنتم شايفين اضغط على ترميني انتهاء، مثل ما أنتم شايفين تصير هيك، اضغط عليها مرتين. انتظر شوي لتشتغل. وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام، وما انا بظلام، وما انا بظلام. طبعا نفس الشيء بالنسبة للروابط الثانية، مثلا إذاعة سعد الغامدي نفس الطريقة، إذاعة ناصر القطامي، إذاعة مشاري العفاسي. مثلا راح يرجع عيد يعني أعمل وحدة ثانية تشوفوها، راح أنسخ رابط إذاعة مشاري العفاسي وأجي لسطح المكتب، اضغط نيو راكورسي، حط الرابط، أعمل نيكست، وحط هون الاسم إذاعة. خشي الرحمن بالغيب لكل أواب. إذاعة مشاري العفاسي، اضغط انتهاء ترميني مثل ما أنتم شايفين، تجينا هاي الراكورسي، اضغط عليها مرتين. ننتظر شوي، عم تعمل اتصال، هاي اشتغلت. فلما تبين له أن طبعا راح احط روابط الاذاعات كلهم بالوصف. ان شاء الله يكون عجبكم الشيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما كان الله